نشرة أخبار كورونا، أهلا بكم تتابعون فيها. بعد وصول وجبة من لقاحات مرفق كوفاكس، الصحة تباشر بتوزيعه على المحافظات وتعد بوجبات جديدة. صحة كربلاء المقدسة تضع خطة صحية خلال زيارة شعبانية لمنع انتشار كورونا. تناهز 60,000 إصابة، الهند تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا في 5 أشهر. وصلت إلى العراق أول وجبة من اللقاحات ضمن مرفق كوفاكس. وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أعلن وصول 336,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن 16 مليون جرعة تم التعاقد عليها ستصل إلى البلاد تباعا، مبينا أنه سيتم توزيع اللقاحات على المؤسسات والدوائر الصحية كافة بشكل عادل ومجانا. وجبة جديدة من لقاحات معالجة وباء كورونا تصل إلى العراق متمثلة بالدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا وبقوام 336,000 جرعة، في وقت أكد وزير الصحة أن إجراءات الوزارة لاستيراد مختلف اللقاحات تسير وفق برنامج وتوقيتات محددة. العراق اليوم يحصل على الوجبة الأولى من تعاقدات وزارة الصحة ضمن مرفق كوفاكس اللي هو 16 مليون جرعة. حصلنا اليوم على الوجبة الأولى 336,000 جرعة، طبعا هذه راح توزع على المواطنين بشكل عادل، ولا سيما الفئات المستهدفة والتي حددتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى المواطنين الذين سجلوا أسماءهم ضمن المنصة الإلكترونية. طبعا العراق تعاقد مع شركات فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس لتأمين 20 مليون جرعة، وهناك تعاقدات أخرى لحين تغطية كل الفئات المستهدفة من أبناء الشعب العراقي. هذا اللقاح مقر من قبل منظمة الصحة العالمية وبإشرافها، وهذا اللقاح آمن استخدم في كل دول العالم. ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أشاد بمستوى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العراقية فيما يخص إجراءات مواجهة وباء كورونا، وكذلك عملية التعاقد لاستيراد مختلف اللقاحات لمواجهة الجائحة ونجاح الاستعدادات الاحترازية للحد من انتشار الوباء. وزارة الصحة العراقية ما قصرت منذ اليوم الأول لظهور الجائحة، واشتغلت مع منظمة الصحة العالمية على الاستعداد والاستجابة للجائحة، واليوم بنشوف يعني تقريبا يوم تاريخي كما وصفه معالي الوزير، بتضافر جهود وزارة الصحة مع شركائها من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وكذلك من مرفق كوفاكس، يتم استلام جرعة لا بأس بها من لقاح آمن وفعال. وجبة جديدة من اللقاحات الخاصة بمعالجة وباء كورونا تصل لأرض مطار بغداد الدولي، في وقت تواصل وزارة الصحة جهودها لاستيراد مختلف اللقاحات التي تعاقدت عليها الوزارة. من مطار بغداد الدولي، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. إلى ذلك، أعلنت دائرة صحة بغداد الرصف عن فتحها 35 منفذا لتلقي لقاح كورونا موزعة على 10 مناطق في جانب الرصافة من العاصمة بغداد. وقالت في بيان أن اللقاح سيكون متاحا لكل المواطنين من عمر 18 سنة فما فوق، ومن يوم السبت المقبل الموافق 27 من آذار، داعيا المواطنين المشمولين بأخذ اللقاح من أجل حمايتهم وكسر سلسلة انتشار الوباء. للمزيد ينضم معنا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. أهلا بك دكتور. يعني وصول الوجبة الأولى من لقاحات كورونا، لقاح أسترازينيكا، وصول 336 جرعة، كيف ستكون آلية توزيع وجبة اللقاحات التي وصلت إلى البلاد يوم أمس؟ عفوا. شكرا جزيلا لكم وللعراقية اللي كانت حاضرة، أولى الواصلين أمس كان العراقية العامة والإخبارية، وغطيتوا هذا الحدث لبث مباشر. كما أعلنت الوزارة منذ مدة طويلة عن منافذ التوزيع، أكثر من 600 مركز رعاية صحية أولية وحوالي 60 مستشفى عام
لتلقي اللقاحات، لكن أهم شيء نؤكد عليه دائما هو التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة للقاح، راح يكون تلقي اللقاح في هذه الحالة أسهل وأسرع. هذه المنصة اللي موجودة على الصفحات الرسمية وباللغتين العربية والكردية، يمكن لأي شخص من المشمولين باللقاحات أن يسجل عليها، وسوف ترسل له رسالة نصية على هاتف الجوال لتحديد زمان ومكان أخذ اللقاح. ندعو جميع المواطنين إلى التوجه إلى المراكز التي أعلنتها دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، وأؤكد بشكل رسمي ومسؤول أن هذا اللقاح آمن وفعال وخاضع للمواصفات العالمية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية التي كان مدير مكتبها في العراق حاضرا مع سيد وزير الصحة أمس، وأيضا منظمة اليونيسف وكل الجهات العلمية العالمية الرصينة. وأدعو إلى عدم الاستماع إلى بعض المغرضين من غير المختصين في مجال الطب أصلا، والذين يروجون الإشاعات لأغراض خاصة مع شديد الأسف، ونتعامل معهم ومع وسائل الإعلام التي تستضيفهم حسب القانون ومن خلال نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام. طيب دكتور، يعني 16 مليون جرعة تم التعاقد عليها، كيف ستصل هذه الوجبات إلى العراق؟ ما السقف الزمني لوصولها وتوزيعها على المواطنين؟ خلال الأشهر المقبلة بالتتابع ستصل الوجبات. أنت تتكلمين عن التعاقد مع مرفق كوفاكس، وعدا ذلك احنا عندنا ما لا يقل عن ثلاث شركات أخرى غير أسترازينيكا أيضا متواصلون معهم، سينوفارم الصيني نتوقع وصول دفعة في الأيام القليلة المقبلة، وأيضا سبوتنيك في الروسي، وفايزر بعد أن أتمنى المتطلبات القانونية اللي طلبتها الشركة. فلن نعتمد فقط على مرفق كوفاكس اللي هو بالمناسبة يغطي 20% من الشعب العراقي، يعني قصدي 16 مليون جرعة حال اكتمالها، وهي النسبة التي أوصى بها خبراء منظمة الصحة العالمية. مع ذلك وزارة الصحة والحكومة العراقية تخطط لاستهداف أبعد من هذا العدد إن شاء الله وبالتتابع خلال الأشهر القليلة المقبلة. طيب دكتور، هذه الوجبة التي وصلت يوم أمس، هل هي مخصصة للملاكات الصحية والقوات الأمنية فقط؟ الملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية بمختلف صنوفها وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة والاختلالات المناعية وبعض الفئات المهنية كالأخوة الإعلاميين أو الموظفون في المناطق الحدودية. طيب، وغيرهم. طيب هل هناك ستكون مراكز صحية معينة لأخذ اللقاح أم ستكون موجودة في جميع المستشفيات والمراكز؟ لا، احنا حددنا أكثر من 600 مركز رعاية صحية أولية في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان، وكذلك حوالي 60 مستشفى عام. ندعو المواطنين لمراجعة أقرب مركز رعاية صحية أولية رئيسي قريب من بيتهم، ويسجل اسمه حتى إذا ما تسنى لموضوع المنصة الإلكترونية. مع ذلك نحن نفضل أن يكون التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية. طيب دكتور، يعني هناك تخوف واضح من قبل المواطنين من أعراض اللقاح، ما على وزارة الصحة القيام به لطمأنة المواطنين بأخذ اللقاح وكسر انتشار الوباء؟ أكدت لحضرتك أن كل اللقاحات اللي اعتمدتها وزارة الصحة أو التي سوف تعتمدها مستقبلا خاضعة للمعايير العالمية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، فلا صحة لكل ما أشيع حول اللقاحات وحول سلامتها ومؤمنيتها. طيب دكتور، في سؤال أخير، يعني صحة السليمانية سجلت 4 أنواع جديدة من فيروس كورونا اليوم، هل لديكم معلومات عن هذا الموضوع؟ ضعنا في تفاصيل. يعني هذا الإعلان يكون من خلال مختبر الصحة العامة المركزي وكذلك مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية التابع إلى وزارة الصحة الاتحادية. نحن شخصنا السلالة الجديدة قبل فترة في مختبرات عراقية، وظهور سلالة أخرى ثالثة أو رابعة هذا أمر ممكن وطبيعي، يعني هو نفس الكوفيد 19 هو سلالة جديدة. وننتظر. بماذا يختلف يعني هذه السلالات، بماذا تختلف عن سابقاتها؟ هي طفرة جينية تحدث في المادة الوراثية للفيروسات تؤدي إلى ظهور أنواع جديدة قد تكون أشد خطورة أو أقل خطورة. وهذا أمر طبيعي ويحدث باستمرار، لكن يجب أن نعتمد على المصادر الرسمية المركزية الاتحادية اللي هي دائرة الصحة العامة، وطبعا مختبر الصحة العامة المركزي والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية. نعم، شكرا. المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور سيف البدر، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان أن الجرعات التي وصلت إلى أربيل وفق البرنامج الوطني المعد سيتم توزيعها بالأولوية إلى الكوادر الصحية وقوة البيشمركة وأصحاب الأمراض المستعصية. الوزارة قالت أن يوم غد ستبدأ حملة التطعيم لقاح أسترازينيكا، فيما طلبت المستشفيات الأهلية بتوفير الأسرة لاستقبال الحالات الحرجة بعد زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية. سجلت في موقفها الوبائي 5 حالات وفاة و725 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت صحة محافظة واسط وصول 12,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن مرفق كوفاكس كدفعة أولى للمحافظة. المدير العام لصحة واسط الدكتور جبار الياسري دعا المواطنين المشمولين باللقاح للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة والبيئة، إضافة إلى المراجعة المباشرة للمراكز الصحية، مبينا أن إعطاء اللقاح سيكون مجانا لجميع المواطنين. بشرت مديرية صحة النجف الأشرف بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح سنوفارم للمطعمين من الجرعة الأولى، تزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. دائرة صحة النجف الأشرف تباشر بتوزيع الجرعة الثانية من لقاح سنوفارم بعد مضي 3 أسابيع على إعطاء الجرعة الأولى وفق معايير عالمية بتلقيح المستفيدين. أما الإقبال على أخذ اللقاح فيشهد إقبالاً واسعاً من قبل كافة الشرائح المجتمعية، سيما وأنه آمن وفعال بحسب المختصين. ولليوم الثاني على التوالي تم إعطاء الجرعة الثانية للملقحين الجرعة الأولى. الجرعة الأولى كانت يوم 3/3/21، الجرعة الثانية بدت يوم 24/3، واليوم 25/3 الجرعة الثانية. البارحة صار عندنا يعني إقبال ما متوقعين كنا من هذا الناس اللي يجوا على الجرعة الأولى. اللقاح آمن لأن هو كل فيروس، يعني فيروس مقتول. طبعا اللقاح كان لمنتسبين منتسبي دائرة الصحة. طريقة إعطاء اللقاح يعني طريقة سهلة، بس مجرد غربلة وقياس درجة الحرارة. مدير إعلام دائرة الصحة أكد أن الموقف الوبائي في النجف الأشرفي لا يزال يسجل ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات، فالنجف مدينة تستقبل مئات المواطنين يوميا من محافظات أخرى، وهذا ما يشكل خطرا ما لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية. الآن نحن على أعتاب زيارة كبيرة جدا، لهذا النجف تشهد تسجيل كثير من الإصابات، بالإضافة إلى موضوع آخر اللي هو كثرة إجراء الفحوصات. لهذا نتمنى من الأخوة المواطنين نأكد دائما وأبدا حتى اللي يأخذون اللقاحات يبقون ملتزمين بالإجراءات الصحية الوقائية. الملاكات الطبية العاملة في المراكز الصحية تؤكد على ضرورة ترك الإشاعات التي ينشرها ضعاف النفوس لبث الرعب في قلوب العراقيين، مطالبين المواطنة بأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة بعيدا عن الشك والظن، فسلامة المواطن فوق كل شيء. هي دعوة لجميع الكوادر الصحية اللي استلموا الجرعة الأولى أنه يكملون الجرعة الثانية، هاي وحدة. الشغلة الثانية أنه هي حالة من حالات الإطمئنان والرسائل اللي نبعثها للمواطنين، أنه إحنا الجيش الأبيض خط الدفاع الأول استلمنا اللقاحات، وهي رسالة تطمين لجميع المواطنين. من النجف الأشرف أيمن الشريفي، العراقية الإخبارية. مشاهدينا المزيد، ينضم معنا مراسل العراقية الإخبارية من النجف الأشرف أيمن الشريفي. أهلا بك أيمن. المباشرة بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، ما هي الأعراض التي تم تشخيصها على المواطنين الذين أخذوا اللقاح من الوجبة الأولى؟ بس بكل تأكيد مساء الخير. على العكس تماما كما أخبرني مدير إعلام دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، لم تظهر العديد من الأعراض على المستفيدين من لقاح سينوفارم الذي دخل إلى المحافظة قبل 3 أسابيع، وباشرت دائرة صحة المحافظة بتوزيعه على يعني سيما المنتسبين من منتسبي أو من العاملين على الصد الأول من منتسبي دائرة صحة النجف. اللقاح وزع في اليوم الثاني والثالث والرابع من شهر آذار، أي الشهر الحالي، ويوم الأمس أو قبل يومين تمت المباشرة بإعطاء الجرعة الثانية من هذا اللقاح
ليتم إكمال هذا اللقاح من قبل المستفيدين. أكثر من 20 مركز وأكثر من 3 مستشفيات خصصت إلى توزيع اللقاح عفوا. كذلك كما تعلمين بأن يوم الأمس دخل اللقاح الأسترازينكا، وبكل تأكيد سيصل إلى محافظة النجف أو وصل إلى محافظة النجف، وستباشر دائرة الصحة بتوزيعه على المستفيدين من المواطنين ومن الملاكات المشمولة. نعم هيبة. طيب كيف ترى يعني إقبال المواطنين على اللقاح؟ نعم هذا أمر مهم بكل تأكيد. دائرة صحة النجف أعلنت عن إقبال واسع من قبل المواطنين ويعني تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية التي خصصت من قبل وزارة الصحة. المواطنون باشروا بالتسجيل وفق المعلومات، ويعني كل سيحين دوره وسيخبرون المواطنين بموعد اللقاح في حال باشرت دائرة صحة النجف، وهي بالفعل تباشر، وسيعطى اللقاح لكل المستفيدين من المواطنين والملاكات الطبية. نعم شكرا مراسل العراقية الأخبارية من النجف الأشرف أيمن الشريفي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. لموجات تداعيات كورونا، صحة كربلاء المقدسة تضع خطط طوارئ لزيارة النصف من شعبان وسط إجراءات وتوصية خاصة بالخطط التي تقع ضمن الأهداف الأساسية للسيطرة على كورونا. استعدادات صحية مكثفة اتخذتها دار صحة كربلاء مع قرب بدء مراسيم زيارة النصف من شعبان التي باتت على الأبواب، والتي تأتي هذا العام مع تفشي جائحة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات، ما يجعل من الزيارة تحديا للمؤسسات الصحية في المدينة المقدسة. لدينا فرق منتشرة على جميع السيطرات الرئيسية في مداخل مدينة كربلاء لفحص الزائرين ولمعرفة مدى إصابتهم بجائحة كورونا، وهذا ما يقلل اختلاط الزائرين بالناس المصابين. كذلك توجد فرق فحص للكورونا تكون متنقلة ومتجولة داخل المدينة. خطط هذا العام وبحسب المسؤولين في دائرة صحة كربلاء ركزت على أهمية التوعية بوجوب تطبيق إجراءات الوقاية الصحية بالنسبة للزوار وأصحاب المواكب الخدمية عبر نشر فرق جوالة للتوعية وفحص الأطعمة وإجراء مساحات عشوائية للزوار. كما قامت دائرة الصحة بتهيئة مستشفيات المدينة لاستقبال الحالات الطارئة أثناء الزيارة. تم تهيئة وتجهيز صالات العمليات وكذلك توفير الكوادر سواء التمريضية أو الطبية لغرض الاستعداد لإنجاز الزيارة. كذلك تم تفريغ تقريبا ما يقارب 50% من مستشفانا. مع اقتراب زيارة النصف من شعبان استعدادات مضاعفة تبذلها دار صحة كربلاء لتأمين سلامة ملايين الزوار الذين سيفدون إلى المدينة المقدسة في ظل تداعيات جائحة كورونا. من كربلاء المقدسة حسين محمد، قناة العراقية الإخبارية. ينضم إلينا مراسل العراقية الأخبارية من كربلاء المقدسة حسين محمد، أهلا بك حسين. ما الإجراءات التي اتخذتها صحة المحافظة بخصوص زيارة النصف من شعبان؟ تفضل. مساء الخير زميلتي. بالفعل يعني دائرة صحة كربلاء ساعدت بشكل كبير لزيارة النصف من شعبان. طبعا الزيارة تعتبر من الزيارات المليونية في مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا يعني خلال هذه الفترة يعني المدينة سوف تكون مفتوحة بحسب وزير الداخلية الذي زار كربلاء قبل أيام، أنه طيل فترة الزيارة تكون هناك قطاعات أمنية لمنع الزائرين لأداء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء المقدسة. ولذلك دائرة صحة كربلاء قامت بنشر المصادر الصحية على مشارف المدينة خصوصا الطرق الرئيسية من جهة العاصمة وأيضا النجف وبابل من أجل عملية فحص الزائرين. وسوف تقوم هذه المفارز الطبية طبعا بحملات فحص عشوائية تستخدم من خلالها يعني الفحوصات السريعة
البي سي ار من اجل يعني معرفه يعني مدى يعني انتشار الاصابات بين الزوار القادمين الى مدينه كربلاء المقدسه. هناك اكثر من 90 سياره اسعاف تم نشرها على مشارف المدينه من اجل الحالات الطارئه. ايضا تم افراغ المستشفيات الموجوده في المدينه بنسبه 50%. المدينه يعني مستشفيات المدينه توقفت عن استقبال الحالات يعني البارده، فقط الحالات الطارئه من اجل يعني لحالات الطوارئ لا سمح الله. ايضا اليوم يعني قبل قليل ايضا زار مدينه كربلاء او وصل الى مدينه كربلاء المقدسه وزير الصحه السيد حسن التميمي من اجل الاطلاع ميدانيا على الاستعدادات التي اتخذتها دائره صحه كربلاء فيما يخص الزياره المليونيه، وايضا توزيع اللقاحات التي وصلت صباح هذا اليوم الى مدينه كربلاء المقدسه ضمن وجبه اللقاحات الجديده من أسترازينيكا. نعم مراسلي العراقيه الاخباريه من كربلاء المقدسه حسين محمد، شكرا جزيلا. سجل الأردن 96 وفاة و 8434 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 571 ألف إصابة والوفيات إلى أكثر من 6200 حالة. تلقى أكثر من 273 ألف أردني الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحصل أكثر من 237 ألف شخص على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في الأردن، فيما تم تطعيم أكثر من 75 ألف شخص ضد الفيروس. يأتي ذلك بعد أن تسلم الأردن أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا. وصلت إلى مطار بيروت الدولية الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك الروسي، وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من إجمالي مليون جرعة ستصل إلى البلاد تباعا. وقالت ممثلة شركة فارمالاين اللبنانية المستوردة للقاح الروسي كارول أبو كرم أنه تزامنا مع وصول اللقاح تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول عليه، لكنها أشارت إلى أن عملية التسجيل ستقتصر في الوقت الحالي على الشركات والجمعيات، لافتة إلى أن التسجيل حاليا غير متاح للأفراد. سجلت وزارة الصحة المصرية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة. وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في مصر بلغ أكثر من 198 حالة، منها 151 ألف حالة تم شفاؤها وأكثر من 11 ألف حالة وفاة. أبدى عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير تخوفه من تعرض تونس لموجة ثالثة من وباء كورونا، وأكد الوزير أن 32 ألف تونسي تلقوا التلقيح في ظرف 12 يوما، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في منظومة إيفاكس بلغ نحو 700 ألف شخص. وأعلنت السلطات التونسية الأسبوع الماضي عن وصول 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد. سجل المغرب 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأعلنت الصحة المغربية تسجيل حالتي وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى المملكة إلى أكثر من 8700 حالة. سجلت وزارة الصحة الإيرانية 7506 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1,830,823 مصابا على مستوى البلاد. الوزارة قالت إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 62,142 حالة عقب تسجيل 97 وفاة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 1,569,697 شخصا منذ بدء تفشي الوباء. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا مراسل العراقية الإخبارية من طهران دريد. أهلا بك دريد زهير، كيف هو الموقف الوبائي في إيران؟
تحية طيبة. طبعا قبل قليل تحدثت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة الإيرانية عن الحصيلة النهائية للوفيات وللإصابات اليوم، حيث بلغت الوفيات 81 شخص ليرتفع العدد إلى 62223 شخص هم عدد الوفيات خلال العام الماضي. الإصابات اليومية أيضا وصلت إلى 7980 حالة، 3908 حالات هي حرجة ترقب في العناية المركزة، ليصل عدد الإجمالي للإصابات 1,838,803 حالات إصابة. طبعا المدن الحمراء ارتفع عددها في إيران، يعني الإصابات المدن الحمراء يعني تعتبر 25 إصابة فما فوق في كل 100,000 شخص. المدن الحمراء 17 مدينة، البرتقالية 42 مدينة. هذا التصنيف يعني أنه لا يسمح بدخولها أو خروج الخروج منها خلال هذه الفترة. طبعا تعلمون أن هذه الفترة هي فترة العطل، عطلة إيران، عطلة النوروز، حيث أن العطلة الرسمية هي تبلغ 5 أيام، ولكن ستستمر العطل لوجود ما بين العطل الرسمية عطل أخرى بحدود 15 يوم أسبوعين. طبعا هناك مخاوف كبيرة بسبب سفر الإيرانيين خلال هذه الفترة وتسببهم في ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات خلال دريد، هل هناك عمليات تطعيم للقاح كورونا؟ طبعا يعني يوم امس واليوم ايضا تحدث مسؤول العلاقات العامه في وزاره الصحه حول هذا الموضوع، قال بانه قد وصل حتى هذه اللحظه 1,500,000 جرعه لقاح اجنبي، يعني هي 4 لقاحات حتى هذه اللحظه. اللقاحات هي سبوتنيك في وكوفاكسين الهندي وسينوفارم يعني الصيني، ولكن هناك كان من المقرر ان يصل لقاح استرازينكا خلال الفتره يعني الماضيه ولكنه لم يتم. يعني عمليات التطعيم التي وعدت بها الحكومة حدود 1,300,000 شخص لم تتم بسبب عدم وصول لقاح استرازينكا، ولكن عمليات التطعيم حسب ما أشارت المصادر الإيرانية يعني الكوادر الصحية في يعني التي تعمل مع في الخط الأمامي لمواجهة كوفيد 19 تم تلقيحها اليوم. أيضا تلقيح عمال النظافة وأعمال البلديات بدأ منذ 3 أيام في إيران، حيث شهدت مدينة مشهد وستشهد مدينة تبريز يوم السبت المقبل يوم غد عمليات التلقيح لهم أيضا. نعم، شكرا مراسل العراقية الأخبارية من طهران دريد زهير، شكرا جزيلا. أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 59,118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ 18 من تشرين الأول الماضي، ورصدت الهند إجمالا أكثر من 11,800,000 إصابة بالفيروس في ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية أن أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب اللقاحات، وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأنه يجب على أوروبا أن تكون مستقلة في موضوع إنتاج هذه اللقاحات والعقاقير، ووعد ماكرون بأن تزيد أوروبا في الأشهر المقبلة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتصبح أكبر جهة منتجة لها. من المتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأعلن رئيس وزراء هولندا مارك روتا أن بروكسل ولندن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق بشأن صادرات اللقاحات المضادة لكورونا والتي يتم إنتاجها على أراضي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى استمرار المحادثات بين الجانبين وأن السبت المقبل سيشهد الإعلان عن الاتفاق. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 100,158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة
في أكبر حصيلة يومية لإصابة كورونا في البلاد. وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بلغ 2777 حالة، ووصل العدد الإجمالي للمصابين في البرازيل منذ بدء الوباء إلى نحو أكثر من 12 مليون حالة. وافق المشرعون البريطانيون على تمديد إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر، ما سيسمح لحكومة المحافظين بالاحتفاظ بسلطاتها غير المسبوقة لتقييد الحياة اليومية. وصوت مجلس العموم البريطاني على تمديد الصلاحيات حتى أيلول، ووافق على خريطة الطريق الحكومية للتخفيف التدريجي من الإغلاق في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحصين 200 مليون شخص ضد كورونا خلال الأيام 100 الأولى من ولايته. وأشار بايدن إلى أن البلد يتعافى بعد أزمة كورونا، وأن أغلبية التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي. إلى العناوين. بعد وصول وجبة من لقاحات مرفق كوفاكس، الصحة تباشر بتوزيعه على المحافظات وتعد بوجبات جديدة. صحة كربلاء المقدسة تضع خطط صحية خلال الزيارة الشعبانية لمنع انتشار كورونا. تناهز 60,000 إصابة، الهند تسجل على حصيلة يومية من إصابة كورونا في 5 أشهر. شكرا للمتابعة.